شكرا سيد المستشار المحترم على طرح هذا السؤال، وأنا شخصيا أعتبر أن التدافع النيابي والبرلماني بصفة عامة هو جزء من التحسيس ومن كذلك من التأسيس لمشروع بيئي للتأهيل البيئي لبلادنا، بالتالي كون مطمئن أننا سنلبي الدعوة كلما دعوتمونا. بالنسبة لما يتعلق بانتشار الغبار الأسود بمدينة القنيطرة، بغيت نوضع الإخوان والأخوات المستشارات في الإطار العام. اليوم بلادنا كتشهد تنمية صناعية اقتصادية، بالموازاة لابد أن يكون لها مشروعا ديال التأهيل البيئي. الحمد لله تقدمنا في مخططات وطنية، في المخطط الوطني ديال تدبير النفايات السائل المنزلية والمماثلة، المخطط الوطني لتدبير النفايات الصلبة، بعد المبادرات في مكافحة التلوث الصناعي، الهواء لأن ما كنشوفوش ما عمر تكلمنا عليه. بالتالي اليوم أنا بهذه المناسبة كنعنوا أننا نشتغل على أن يكون للمغرب في إطار مشروعي خطته للتأهيل البيئي يكون عندنا واحد الخطة لتحسين جودة الهواء ديال المغربية وديال المغاربة، هذا على المستوى الوطني. ما يتعلق بالقنيطرة، بالفعل الحكومة السابقة وهذه الحكومة دارت مجموعة ديال التدابير، منها أول شيء احنا كنعتزوا به هي كاينة واحد اللجنة جهوية دائمة تقنية دارت مجموعة من المبادرات، والأساس فيها هي أنها تشاركية، فيها السلطات المحلية الجهوية كذلك الوزارة ديالنا اللي فعالة في على المستوى، ثم كاينين تدابير أخرى سأتشرف بإلقاء. ويبدو السيد المستشار أن ليس لك المعلومات الكافية فيما يتعلق بملف القنيطرة. هناك بعد تقرير كامل للفترة السابقة ولهذه الفترة في الحكومة ديال المختبر الوطني للبيئة، هناك ذلك تقارير ديال اللجنة الجهوية اللي فيها مجموعة من الإجراءات اللي اعطت واحد الحقيقة اللي هي من فبراير لليوم تحسن الوضع، ماشي بالشهادة ديالي ولكن بشهادة المواطنين القنيطريين، وكما كنقولوا هذا مشروع ديال التأهيل البيئي ديال بلادنا، وخصوصا في بعض النقاط والمدن الحيوية اللي كتعرف تنمية صناعية وتنمية اقتصادية. بالتالي كانت لهذه اللجنة وكانت فيها مشاركة ديال الوزارة فعالة، تمت فيها لهذه اللجنة قامت بعدة أنشطة، أول منها هي إعادة تشغيل محطة قياس جودة الهواء. بالتالي حنا كنشكروا جميع الساهرين، هذه مناسبة باش نشكر جميع الساهرين على هذا الإجراء. هذا كان اقتراح لجميع الفرقاء لاتخاذ جميع التدارب وفيها آجال محددة، منها قيام المختبر الوطني كما قلت البيئة بحملات قياس جودة كانت فيها لمدة مستمرة بعينات وبنتائج ماشي ما عرفناش، ثم كذلك كان إنجاز المسح الخرائط، توسعنا من قنيطرة ومشينا سيدي سليمان ومشينا سيدي قاسم. بعد ذلك تم بالنسبة لتتبع مراقبة عن كتب بالنسبة للحالتي ديال محطتي توليد الطاقة الكهربائية بالقنيطرة، وهنا التزموا المسؤولين بأنها تكون عندنا إجراءات مستدامة، وهذا هو الأساس اللي غادي تكون مستدامة. شكرا، نشكر السيدة كاتبة الدولة.